هاد الرياضه كاين اللي كيعرفها بلي باتان غولو، كاين اللي كيعرفها بلي غولو، كاين اللي كيعرفها بسكي. كل واحد كيفاش كيسميها. هي واحد الرياضه زوينه، كتلبس لي غولو وكتبخاتيكي الجو هنايا. من حسن الصدف ان صيبوا لنا هذا البارك هذا باش كنبقاو في اوقات الفراغ كنبقاو نجيلوها ونلعبوا فيها. هاد الرياضه هادي فيها بزاف الانواع، منها فيتنس، منها اغريسيف، منها كاين اللي كيسميها فري ستايل. فيها بزاف الانواع، ومن بين الانواع اللي كنمارسها انا كمبتدئ كنمارس الفيتنس اللي كيكونوا الشكل ديال لي غولو مختلفين. بالنسبه لكيفاش بديت انا، من شحال هادي فاش كنت صغير كنت كنشوف الدراري لابسينهم كيبقى يعجبني الحال، كنقول ناري لابسين صباط ديال الروايد وكذا، كنقول فيها لو غيسك ولكن زوينه، فيها واحد لو شارم ديالها بوحدو. ابخي كبر جيت هنايا لكازا، بالصدفة تلاقيت مع في هذا البارك هذا، تلاقيت الدراري ديجا كيلعبوا صافي، ما عطلتهاش مشيت خديت الغرو تاعنا وبقيت كنمارس معاهم. سي فغي انني يلاه بادي والله كنتعلم، كاينين ناس محسن مني بروفيسيونيل وهما اللي كيعلموني وهما اللي كيوقفوا معايا دقه دقه باش نتعلم. هذا الجو هذا اللي صعيب فيه هو ان لي باتان غولوغ لاصقين في رجليك، سافو دير ما يمكنش تحيدهم، وهذا هو الشيء الوحيد اللي كيخليها انها تكون فيها بزاف ديال المخاطر، ومخاطر ديالها شي ما محسياش، ممكن تطيح في اي لحظه، ممكن تطيح. داكشي علاش ضروري خصنا نبقاو نلبسو لي بروتيج ما امكن، نبقاو نلبسو لي بروتيج ونبقاو نردو البال في كل تريك بغينا نتعلمو ولا في كل حركه بغينا نتعلمو. الرياضه هذيك شعني لي بزاف، هي اللي كنسي بها شحال من حاجه، ومن صغري وانا كنمارس هاد الرياضه هادي. هي زوينه ولكن خايبه في نفس الوقت، كطيح ما يمكنش تعلمها هكاك، كطيح بزاف ديال المرات، تقدر تهرس الله يحفظ، تقدر تجلس شي شهر شهرين بسببهم، ولكن لك تي باغي توصل شي حاجه بهم راه غتوصل. انا اسمي ياسين، نسكن في سباشا، كنجي هنا النيفادا، كنقصر شويه كنمشي عاوتاني الانفا بارك وخا سدوه دابا، كنقصر شويه وراه رياضه مزيانه هادي. وخا كاين اللي كيقول لك انت كبر شي على السكيات، ولكن الرجال كبار كيلعبوا بهم حتى دير بحال احسن رياضه يا درولو. هي فيها المخاطر بزاف، بنادم خاصو يدير بروتيج ديالو كاسك ديالو. كنشوف عندها مستقبل كبير بزاف، علاش؟ لان بداو جمعيات كينظموا مسابقات، كينظموا كينظموا دي زيفينمون باش نستمروا بهاد الرياضه. عندنا ابطال في المغرب، وعندنا ناس اللي فريمون معلمين بزاف، هما اللي كيجوا مره مره كيبقاو يورونا اش نديروا. كاينين جمعيات من بعد، دابا عندنا جو بونس ثلاثه ديال لي سكيف في كازا، رباط، اكادير. من بعد غادي يتطور هذا الشيء، من بعد غيكون لان واحد الجيل طالع دابا، واحد الجيل كبير بزاف، سيرتو من الصغار بزاف معلمين، وهذا الشيء علاش كنشوف عندها مستقبل زوين. وتقدر يكونوا مسابقات من القدام علاش لا، ويكونوا شركات اللي كينظموا بزاف ديال الحوايج عندهم علاقه بالغولوغ وبسكي. الرياضه ديال الرولور من الاحسن يلعب بنادم في سكيب بارك. كاينين بلايص زوينين ديال سكيب بارك احسن من الشارع، الشارع الله يستر يقدروا يوقعوا شي حوايج خايبين.